وكذلك حفظك الله يسأل يقول: كان معي مجموعة من الشباب، يقول: هل أرجع ما سرقته بالنسبة فأقسمها علينا؟ لا، قل إن ترد له ماله، قل إن ترد له المبلغ الذي أخذته منه، ولا تقسمه بالسوية، قد يكون بعضهم أكثر من بعض، ما يتساوون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، إلا إذا عرضت عليهم هذا وقلت: أنا والله ما أميز للواحد منكم عن الآخر، لكن هل تصلحون أنه يقسم بالسوية؟ إذا أصلحوا وافقوا ما يخالف. نعم.